معكم محمد من دورة رئيس جمعية إفراخ مصدغة الجرف للتنمية والتعاون. وهذه الجمعية اللي تأسست رغم قصر فترة الزمنية، وجمعية بحول الله عندها أنشطة وبرامج تنموية. ومن خلال هذه المبادرة اللي قامت بها هذه الجمعية، قامت بتنظيم الدورة الأولى لدوري كرة القدم في نسختها الأولى تحت شعار الرياضة ركيزة في تنمية الشباب القروي وصلة وأخلاق الاجتماعية. هذه المبادرة جاءت من طرف أعضاء المكتب المسير والجمعية في إطار تنمية المنطقة عبر إنجاز بعض المشاريع التنموية والثقافية والرياضية. وخير دليل على ذلك هذا الدوري ديال كرة القدم في النسخة الأولى. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر جميع الشركاء والمتعاطفين والشركاء المانحين للجمعية، لأن بعد فترة قصيرة من هذا تأسيس الجمعية استطاعت بفضل الله تعالى وبفضل المشرفين عليها أن ترقى إلى مستوى هذا النشاط الرياضي. وتبعا لذلك فإن الجمعية تبذل قصارى جهدها في تنفيذ برامجها التنموية على مستوى المنطقة وعلى مستوى الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني الأخرى. وبهذا كنبغي نشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا الدوري في نسختها الأولى. وبهذه المناسبة كنبغي نشكر جزيل الشكر السيد حميد شبط اللي شرفنا بالحضور ديالو، اللي أتى من مدينة فاس إلى منطقة ديال مصدغة الجرف، أتى بحضور هذه النسخة الأولى من هذا الدوري، وهو جزيل الشكر. وكنبغي نشكر جميع الإخوة اللي جاوا معاه، وكنتمنى التوفيق للجمعية ومزيد من التألق في النسخة القادمة إن شاء الله. وبهذه المناسبة كنبغي نوجه جزيل الشكر للسلطة المحلية، أعوان السلطة وقوات المساعدة، وكنبغي نشكرهم جزيل الشكر لأنهم ساهموا في إنجاح هذا الدوري ديال كرة القدم في نسخته الأولى. وكنبغي نشكرهم جزيل الشكر لأن بلا بهم ما غيكون حتى شي حاجة. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر جزيل الشكر بفائق الشكر وعظيم امتناني للسيد عبد العزيز فقودي رئيس ديال جامعة سيدي يوسف بن أحمد، الذي مد الجمعية بكل ما أتيح له من إمكانيات لوجستيكية من جميع الجوانب لجعل الجمعية تكون قد أخذت مبادرة في تنظيم هذا النشاط الرياضي. وكما كنبغي نشكر من هذا المنبر جزيل الشكر المستشار الجامعي السيد معزوز محمد، الذي بصراحة قام بكل ما أتيح له من إمكانيات في جعل المنطقة في أحسن وجه، بتعريف المنطقة بأحسن وجه. وكنبغي نشكر بالمناسبة السيد عزيز إفرح اللي قام هو بكل ما أتيح له من إمكانيات لجعل الجمعية تقوم بهذا النشاط، ولهم جزيل الشكر وشكرا. السلام عليكم، معكم ياسين الطير من جمعية عضو من جمعية إفراخ مصدغة الجرف. كنبغيو نوجهوا الشكر للجميع اللي سهروا وساهموا على هذه المبادرة وشجعوا الرياضة في المجال القروي. وكنشجعوا الصراحة حنايا دايرين جمعية باش نشجعوا الشباب ونديهم شي طريق مزيانة، زعما شي طريق اللي كتهدف لشي حاجة بحال الرياضة بحال الحماية البيئية وشحال من حوايج. يعني عندنا بزاف د المجالات في الجمعية ديالنا، وكنتمناو التوفيق لينا. لا كل عندنا تقريبا راه 5 د الفرق مشاركة في هذا الدوري هذا غير من المنطقة، يعني 5 د الفرق راه شحال من شاب تقريبا في الفرقة، وكل فرقة فيها 16 واحد. راه يعني الشباب باغيين الرياضة، خاص غير اللي يوجههم واللي يوجد لهم واحد المجال فين يخويو الطاقة الإيجابية ديالهم ويتحركوا وكنشكروا كاع جميع اللي ساهم في هذا الشيء في هذا الحدث الرياضي، وشكرا بزاف. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.